السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده غنشارك معكم ان شاء الله، وصفه ديال الوجه كتنقيه، كتخلي الوجه رطيطب ناعم ابيض، كتحيد كاع الحبوب، كتحيد اي حاجه عندك في الوجه ديالك، كاع مشاكل البشره كتعالجهم مع المداومه. طبعا كتعرفوا الوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه. هاد الوصفه هذه البنات، هذا هو الوقيته ديالها مع هاد الحراره، مع البحر، مع الشمس، يعني الوجه كيتعصر كيولي حالته. فاش داوموا على هاد الوصفه ان شاء الله البنات، الوجه ديالكم غادي يرجع ابيض كيف البلاره، غزال احسن لكم من دوك الكريمات البومادات، داك التخربيق كامل اللي كيخرج على الوجه من بعد. الوصفات الطبيعيه البنات ما كاين محسن منهم. انا شخصيا البنات ما كنديرش داك التخربيق ديال الكريمات وديال لي كرون، داك التخربيق ما تنديرهمش، كندير وصفات طبيعيه. واللي شاف وجهي كيسولني تيقول لي اشنو كديري للوجه ديالك. هادو هما الوصفات البنات، راه داكشي اللي تندير هما اللي تنشاركهم معكم في القناه. ونحضروا كذلك حتى الوجيه ديالنا، نحضروه للعيد حتى هو، يعني ما نتهلاوش غير في الحاله ديالنا، ونوضوا نخملوا، نوضوا نقيو الكوزينه، نقيو الصالون، لا نصبنوا هذه لا نوجدوا هذه، ونساو الوجه ديالنا. الوجه ديالنا راه حتى هو ضروري خاصو العنايه. فغير سمحوا لي البنات، كنتعطل عليكم، غير سمحوا لي والله ما بيدي. وشكرا للبنات كاملين اللي تيسولوا عليا تيقولوا لي فين غبرتي، شكرا لكم البنات، لهلي خطيكم عليا، خاصني غير التشجيعات ديالكم والتفاعل ديالكم البنات، غتبقاو تشوفوني كل نهار. فندخلوا ان شاء الله على بركه الله في الوصفه. هنايا كتشوفوا عندي الوصفه، غادي نحتاج هنايا السنيده، عندنا هنايا البنات غير القليل من السنيده كيف كتشوفوا، هذه راه معلقه كبيره ما عامراش، تقريبا نقولوا واحد نص معلقه صغيره ديال السنيده. وغادي نحتاجوا معها كذلك هنايا عندنا واحد البطيطه، البطاطا البنات، بطاطا عاديه، راه كلشي كيعرف البطاطا. المهم عندنا هنايا البطاطا، غادا نقطعها. المهم انا راه قشرتها، ما بغيتش يعني حتى ندير الفيديو عاد نبدا نقشر باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم غادا نشد هاد البطيطه، وغادا ناخذ واحد الطبيصيل وحده اخر، انا غنوريكم البنات شنو غادي ندير، يعني غنشد هاد البطيطه وغادا نحكها بهاد الحكاكه هادي. فكيف كتشوفوا البنات هنايا، ملي حكيت هذيك البطيطه ديالي هانتوما كتشوفوا، يعني غير داك النص ديال البطاطا اللي حكيته غادا نشدو، ياك غندير هاد المعلقه ديال السنيده هنايا، ياك وغادي نشد البنات هاد الماء وغادي نعصرو، وغناخذ البنات بحال هكايا شويه من هاد البطاطا هادي، وغادا نمعكو البنات مع هاد السنيده، بحال هاد الشكل البنات، يعني تقريبا حتى كدوب ليا السنيده، ومازال البطاطا البنات داك شويه ديال الماء اللي فيها مع داك السنيده كدوب، راه ما كتبقاش. هانتوما كتشوفوا شتو راه كيولي فيها الماء. غادي نشدوها البنات وغادي نقوميو بها الوجه ديالنا. ضروري البنات كنديرو داك القوماج الاولي، كنقومي بيه الوجه ديالنا واحد تقريبا واحد 5 دقائق بحال هكاك مزيان البنات، ديروها للوجه ديالكم حتى كيتحلوا هذاك المسامات ديال الوجه ديالنا. شوفوا البنات انا غنديرها غير اليد ديالي، كتقومي البنات بحال هكايا واحد 5 ديال الدقائق صافي، وكنحيدو كنغسلو اليد ديالنا صافي. البنات هانتوما كتشوفوا ملي غسلت اليد ديالي، نتوما راه غديروا الوجه ديالكم اللي يديكم لاي مكان بغيتوا البنات. المهم هذه انا يعني كتجربه درتها لكم في اليد ديالي صافي. البنات هنايا هاد الماء راه ما غاديش نضيعوه، هاد الماء راه مازال غادي نحتاجوه. اشنو غادي ندير به؟ غادي ناخذ البنات هاد الماء وغادي نضيف عليه
واحد المعلقه، ماشي معلقه يعني، غير القليل من الخرقوم عرق. الخرقوم عرق البنات يكون مدقوق على اليد ديالكم، ما تشريوهش مطحون من عند العطار، لانه تيكون شي مرات يعني طحن لشي حد البزار بحال هكايا من قبل، وطحن يعني الخرقوم من بعد كيكون مخلط مع البزار، تيكون مخلط مع شي حاجه اخرى يحرق لكم الوجه ديالكم. فمن الاحسن الخرقوم عرق يكون مطحون على اليد ديالكم، يعني عارفين اشنو فيه. غادي نحتاجوا البنات معاهم هذه ساشيه ديال الكاكاو المر، حتى هو غادي نحتاج معاه غير القليل. ها انتم البنات كتشوفوا، وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم. وغادي نديروهم للوجه ديالكم، غادي تخليوه تقريبا حتى هي مهم عش مع هاد الحراره، راه في ساعه غتنشف على الوجه ديالكم، يعني غديروها على الوجه ديالكم. وتفكروني يا البنات من اول التجربه، من اول تجربه البنات كتعطي واحد البياض وواحد اللمعان البنات، وواحد البريق للوجه ديالكم، وواحد الرطوبه غزاله 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 بزاف البنات. هذه رانا من احسن ما جربت، وما كتخطانيش ما كتخطانيش البنات. هذا الكاكاو راه عنده واحد الفعاليه وعنده واحد الفوائد البنات اللي خطيره بزاف بزاف، ننصحكم بها. ما تردوش البنات، ما تردوش تمشيو تجربوها، يعني كديروها للوجه ديالكم. ها انتم البنات انا البنات غادي نديرها وغنخليها حتى تنشف واحد شويه، وغادا نغسل اليد ديالي وغادي تشوفوا كيفاش غادا تولي. راه غزاله 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 البنات، ما تردوش، حيدوا العجز ونوضوا جربوها البنات، حيدوا العجز ونوضوا جربوها، راه شي حاجه اللي طوب. راه هذا هو وقتها البنات مع هاد الحراره، هذا هو وقتها منها ديروها تنفعوا منها ومنها تبردوا على راسكم. غزاله البنات، انا غنخليها حتى تنشف ونغسلها. صافي البنات ملي غسلتها ها انتم كتشوفوا راه كتعطي البنات واحد البياض. انتم لا تقولوا لي دايره شي كريمه ولا دايره شي حاجه، راه ما دايره حتى شي حاجه البنات نهائيا، ما دايره حتى شي حاجه، راه كتعطي البنات واحد البياض واحد الرطوبه. عرفتي راه اليد ديالي البنات راه كنحس بواحد الرطوبه البنات، واحد الرطوبه. غير داوموا عليها البنات، داوموا عليها البنات، راهو غزاله غزاله غزاله، والله ما غادي تندموا عليها البنات. فنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل، وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم ومن تشجيعاتكم وبارطاج القناه باش توصلوا باش تكبر القناه ديالنا وتكبر العائله ديالنا، وتوصل لأكبر عدد ديال الناس اللي مهتمين بالوصفات الطبيعية. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.